يا رئيس، لا أعتقد أننا هنا لنتحدث عن الظلم الواقع. الأمم المتحدة بالفعل قامت بنشر القواعد الدولية التي قامت إسرائيل بانتهاكها. هناك أيضا العديد من القرارات والعديد من الطلبات المقدمة إلى المحكمة العدل الدولية فيما يحدث هناك وفي غزة. نحن لن نريد أن نتحدث الآن عن الكارثة الإنسانية وعن الفظائع التي تحدث. أعتقد أن المجتمع الدولي قام بذلك بالفعل، وأيضا ما قاله السيد رئيس الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم غير مناسب. 45,000 بريء وبريئة من المدنيين والمدنيات ماتوا وقتلوا في الستة أشهر الماضية. نحن لا نتحدث هنا عن المأساة. العالم ينظر اليوم، ما الذي ستقوم به الفيفا؟ ما الذي